الشعب التونسي يقول كلمته في استفتاء الدستور والنتائج الأولية تعلن اليوم. من بين المحتفلين الرئيس سعيد يؤكد دخول البلاد مرحلة جديدة ويتعهد بمحاسبة من أجرم بحق التونسيين. مجلس الأمن يدين الاعتداء على محافظة دهوك ويعلن دعمه لتحقيقات الحكومة العراقية حول ملابسات الهجوم. حياكم الله، والبداية من تونس التي شهدت بالأمس استفتاء حاسما على الدستور الجديد، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية عن وصول نسبة التصويت إلى أكثر من 27%، وأشارت إلى أن عمليات الاقتراع قد جرت بشكل سلس ودون تسجيل أي خروق، وأنها سوف تعلن النتائج الأولية مساء اليوم. وقد أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 92% قد صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد في تونس. في تصريحات للحدث اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس قد مرت بمرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة شعبها، وأشار إلى أن القانون الانتخابي سوف يكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا، وأكد أنه سوف يحاسب كل من أجرم بحق التونسيين، كما شدد على أن الدستور لا يجعل النظام رئاسيا كما يقول معارضوه، بل إن رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب. قد عبرنا مع الشعب التونسي من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى سنحقق فيها أمال الشعب التونسي الكل، كل الشعب، حتى يسترجع سيادته كاملة، وحتى تكون الديمقراطية ديمقراطية حقيقية، ليست ديمقراطية شكلية كما عشناها منذ عقود وعقود. سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب التونسي لابد أن يدفع الثمن طبق القانون، ولن نترك أي مليم لمن سطى عليه، لأنه أخذها من جيوب هذه الأموال، أخذها من جيوب الفقراء والبؤساء. سنواصل معا إن شاء الله بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس حتى تعود تونس كما كانت وأفضل مما كان. الشعب يطلب بالمحاسبة سيد الرئيس والمرور إلى المرحلة القادمة. الشعب، هناك لابد من القانون الانتخابي، وهناك المحاسبة بطبيعة الحال. من حقه أن يطالب من نكل به وما زال ينوي التنكيل به، ولكن أن له ذلك في المستقبل. يا الرسول وعده مكسور، بعد عليه ولاد الحرام ولاد الحلال، دان أعضاء مجلس الأمن في بيان مشترك الهجوم على دهوك في إقليم كردستان العراق، وحث أعضاء المجلس على التعاون مع حكومة بغداد وغيرها لدعم التحقيقات، مع تأكيدهم على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية. في المقابل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم على محافظة دهوك في العراق قد نفذه إرهابيون بهدف إفساد العلاقات التركية العراقية. وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن علاقة تركيا مع عدد من البلدان بينها مصر، مؤكدا أن تطبيع العلاقات مستمر ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التي أزالتها في يونيو حتى إعادة إحياء الاتفاق النووي. شرط جديد تضعه إيران في طريق الاتفاق النووي عنوانه كاميرات المراقبة. طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو الماضي حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. هذا ما نقلته وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي، إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى فسنقرر بشأن هذه الكاميرات. هذه الشروط والمماطلة الإيرانية بشأن ملف الاتفاق النووي تقابلها تصريحات مناقضة إيرانية أيضاً. الخارجية الإيرانية في أحدث تصريحاتها ذكرت أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر. طهران تتمسك بعملية التفاوض كخيار جاد بدون خوض مفاوضات عاطفية ومتسرعة وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الأمريكيون يمارسون ضغوطاً نفسية على إيران ويطالبون من جانب واحد بما يجب أن تفعله، قائلين إن عليها اتخاذ قرار بسرعة والوقت ينفد ويجب على إيران الرد بسرعة. في الواقع إيران لن تتصرف بصورة عاطفية أو مستعجلة ولن تضحي بالمصالح الجوهرية للبلاد لتسريع العملية. المحادثات مستمرة عبر قنوات الاتصال. وبينما لا يزال الملف النووي يشهد مماطلة وتعقيدا أكثر، الجهود الأوروبية لم تتوقف. ساعتان من المشاورات الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي كان أولها الملف النووي الإيراني، لكن تلك المشاورات انتهت بالخيبة لعدم إحراز أي تقدم وفق بيان قصر الإليزيه، لتزداد يوماً بعد يوم المخاوف الغربية من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية مع غياب الرقابة التي كانت تمارسها الوكالة الدولية للطاقة النووية. ملوك الشيخ الحدث. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن التصاميم الاستثنائية التي سوف تشيد في مدينة ذا لاين في نيوم، وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المدينة المستقبلية سوف تحقق مثالية العيش وسوف تعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. بناطحات سحاب أو فوق السحاب وبارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وبطول يمتد على 170 كيلومترا ترتفع مدينة ذا لاين في نيوم، رؤية يريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهها نحو فكرة البناء إلى الأعلى، بعبارة أخرى بناء وتشييد مدن المستقبل. المدينة الحلم ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، لكن العبرة في الاستدامة، والأهم من الريادة غير المسبوقة هندسة تقلل من تمدد البنية التحتية مقابل تعزيز كفاءة المدينة المستقبلية. كما تقدم مدينة ذا لاين نهجا جديدا لتصميم المدن يركز على مفهوم انعدام الجاذبية، ما يعني حرية تحرك أكبر تتيح للناس التنقل بالاتجاهات الثلاثة إلى الأعلى وإلى الأسفل وكذلك بشكل أفقي في كل جانب. وتغطي جانب المدينة الخارجيان أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعاً فريداً وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة. تعتمد المدينة أيضاً على طاقة نظيفة توائم بين الطبيعة والتنمية الحضرية، التي وعد الأمير محمد بن سلمان بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي. كيف ستكون الحياة في المدينة؟ مبدعة وغير مسبوقة، يمكن للناس الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة فقط. الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن ذا لاين تشكل تجسيداً لتقديم مشروع إلى العالم أجمع، وستكون نيوم قبلة الحالمين ولمن يريدون أن يتركوا بصماتهم الابتكارية والإبداعية.
في مصر طلبت محكمة جنايات الدقهلية التي حكمت بالإعدام على قاتل فتاة المنصورة، طلبت من المشرعين إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة وقائع تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل أو بعض المشاهد من بداية تنفيذ الحكم ليكون رادعا للجميع. مقتل نيرة أشرف كان صادما للمجتمع المصري، لدرجة أن كثيرا ممن قابلناهم من المواطنين وقتها طالبوا بإعدام القاتل علنا. وها هي حيثيات حكم محكمة الجنايات تطلب نفس الطلب من المشرع، الأمر الذي وجد مؤيدين بين المجتمع المدني. الموقف صعب ومجتمعنا محتاج شيء من الردع وبسرعة. الجرائم تزيد، الجرائم بشاعتها بتزيد، فظاعتها بتزيد، ردود أفعال للشباب والأجيال اللي طالعة من التعاطف مع الجنائي عجيب. ولكن أحد محامي المحكوم عليه بالإعدام يرى أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بهذا الطلب، وخاصة أن المشرع قصر حضور الإعدام على مأمور السجن وطبيبه ووكيل النائب العام وواعظ، إضافة إلى محامي المحكوم عليه. تنفيذ العقوبة بالبث المباشر أو في علنية في ميدان عام سيجعل العقوبة جماعية، سيعاقب معه أسرته وأمه وأخواته وأولاده لتنال منهم ومن كرامتهم وسمعتهم تنفيذ هذه العقوبة، الأمر الذي يخالف المبادئ الدستورية ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبأن العقوبة شخصية وبمبدأ تفريد العقوبة. هناك سوابق لتصوير اللحظات الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام، ولكن دون مشهد التنفيذ نفسه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بثها منذ سنوات قد حقق الردع المطلوب. أنا أرى أن هذا الكلام يعني عفى عليه الزمن. أنا أقدر طبعا الجريمة وظروفها وملابساتها وصعوبتها جدا، وانتقاد الرأي العام لهذه الجريمة أنا مقدر ده، لكن ده لا يجوز ان احنا نسيد مشاهد اعتقد غير مناسبة للناس ان تراها. من غير المحتمل ان تستخدم هذه الحيثيات من قبل محامي المحكوم عليه بالإعدام في دفوع نقد الحكم، نظرا لانها لا تدخل في الاسباب التي بنت عليها المحكمة عقيدتها قبل ان تتوصل للحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف. تامر نصرت، الحدث، القاهرة. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا أيضا موقعنا الحدث.net. إلى اللقاء. الشعب التونسي يقول كلمته في استفتاء الدستور، والنتائج الأولية تعلن اليوم. من بين المحتفلين الرئيس سعيد يؤكد دخول البلاد مرحلة جديدة، ويتعهد بمحاسبة من أجرم بحق التونسيين. مجلس الأمن يدين الاعتداء على محافظة دهوك ويعلن دعمه لتحقيقات الحكومة العراقية حول ملابسات الهجوم. بعد 9 أشهر على الانتخابات في العراق، الإطار التنسيقي يعلن عن مرشحه لرئاسة الحكومة ويرمي الكرة في ملعب الصدر. حياكم الله. إلى تونس التي شهدت بالأمس استفتاء حاسما على الدستور الجديد، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية عن وصول نسبة التصويت إلى أكثر من 27%، وأشارت إلى أن عمليات الاقتراع قد جرت بشكل سلس ودون تسجيل أي خروق، وأنها سوف تعلن النتائج الأولية مساء اليوم. كما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 92 صوتا أو ممن صوتوا كانوا قد صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد في تونس.
وفي تصريحات للحدث اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس قد مرت بمرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة شعبها، وأشار إلى أن القانون الانتخابي سيكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا، وقال إنه سوف يحاسب كل من أجرم بحق التونسيين، كما شدد على أن الدستور لا يجعل النظام رئاسيا كما يقول معارضوه، بل إن رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب. قد عبرنا مع الشعب التونسي من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى سنحقق فيها أمال الشعب التونسي الكل، كل الشعب، حتى يسترجع سيادته كاملة، وحتى تكون الديمقراطية ديمقراطية حقيقية، ليست ديمقراطية شكلية كما عشناها منذ عقود وعقود. سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب التونسي لابد أن يدفع الثمن طبق القانون، ولن نترك أي مليم لمن سطى عليه، لأنه أخذها من جيوب هذه الأموال، أخذها من جيوب الفقراء والبؤساء. سنواصل معا إن شاء الله بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس حتى تعود تونس كما كانت وأفضل مما كان. الشعب يطلب بالمحاسبة سيد الرئيس والمرور إلى المرحلة القادمة. الشعب، هناك لابد من القانون الانتخابي، وهناك المحاسبة بطبيعة الحال. من حقه أن يطالب من نكل به وما زال ينوي التنكيل به، ولكن أن له ذلك في المستقبل. الحاجة اللي تبشر إلي اليوم الناس اللي نتبع في الانتخابات، أنا من عام 80 اليوم اللي في السخانة متاع اليوم وفي الطقس متاع اليوم، لا فما لا مال سياسي لا تمشي تاخو 50,000 لا 10,000 لا حتى شيء. الناس اللي مشيت وشاركت، أنا ما انتخبتوش قيس سعيد راهو، أما اليوم في الاستفتاء مشيت باش ندعمه على خاطر أنا مع النظام الرئاسي. احتفلت وما زلت مش احتر، وكل 25 جويلية عندنا احتفال خاص، عندنا احتفال للسيد الرئيس اللي ساعة خرجنا من اللي كنا فيه، من الأزمة، من اش نقول لك اللي عملوه هنا في 10 سنين، كتلة على قلوبنا، تو حاسين بالانشراح بالانفراح، هنا نعبروا على مقصودنا والحمد مستمر، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك. وفي العراق أيضا كشف مسؤولون اليوم عن سقوط عدد من الصواريخ على حقل خورمور للغاز في منطقة السليمانية شمالي العراق دون أن تسفر عن إصابات، وقد تكررت الهجمات على المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي منها. وفد أمني عراقي برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري كان قد زار منطقة زاخو لتقييم الوضع الأمني على الحدود العراقية التركية بعد القصف الذي طال منتجعا سياحيا الأسبوع الماضي.
مو هنا باتجاهك. هذا الطريق الزاخو باتوفا نصعد للبيغوفا بعدين منطقة الكانيماس. بعد جدل استمر نحو 9 أشهر داخل القوى الشيعية حول تسمية رئيس الوزراء الجديد، حسم الإطار التنسيقي أمره بترشيح محمد الشيع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما اعتبره مراقبون انفراجة للانسداد السياسي في البلاد. بعد 9 أشهر من الشد والجذب بين الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، حسم الأمر. محمد شياع السوداني مرشحاً عن الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة. انتظار نعم للضوء الأخضر من قبل وبالخصوص الكتلة الصدرية أمر مهم جداً. أعتقد أن قضية الإجماع على السيد السوداني هي تشمل كل الساحة السياسية العراقية، شخصية مقبولة غير جدلية، لا يوجد عليه فيتو، لا يوجد هنالك أيضاً فيتو خارجي على هذه الشخصية، وبالتالي أعتقد أن هذه الشخصية ستمضي بإنتاج الحكومة. اختيار السوداني تم عبر التصويت داخل الإطار بعد عجز قياداته عن التوافق حول مرشح من الخط الأول، ليفوز المرشح القريب من نور المالكي بأغلبية الأصوات داخل الإطار، والذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري الذي قاطع العملية السياسية والبرلمان، لكنه ما زال يراقب ما يجري عن كثب. ترشيح السوداني هو بمثابة انتقاله لمرحلة أخرى، قد يكون مالكي موافقاً على هذا الترشيح بالإضافة إلى بقية قوى الإطار، لكن بالمقابل هنالك بعض المصدات التي يمكن أن تكون حاضرة كالتيار الصدري الرافض لحكومة إطارية بالمطلق. بعد حسم الإطار لمرشح رئاسة الوزراء، لم يبقى أمام القوى الكردية سوى الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، أما بالاتفاق على مرشح تسوية ثالث أو الذهاب بمرشحين اثنين إلى البرلمان للتصويت على أحدهما في تكرار لمشهد عام 2018، ما يعني عملياً ترجيح كفة مرشح السليمانية برهم صالح بالمنصب على حساب مرشح أربيل ريبر أحمد. في حال اتفق الكرد على مرشحهم لن يكون أمام رئاسة البرلمان سوى تحديد موعد عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، والذي بدوره سيكلف السوداني بتشكيل الحكومة ما لم تحدث مفاجأة تقلب الموازين. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى إعادة إحياء الاتفاق النووي. شرط جديد تضعه إيران في طريق الاتفاق النووي عنوانه كاميرات المراقبة. طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو الماضي حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. هذا ما نقلته وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي، إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى فسنقرر بشأن هذه الكاميرات. هذه الشروط والمماطلة الإيرانية بشأن ملف الاتفاق النووي تقابلها تصريحات مناقضة إيرانية أيضاً. الخارجية الإيرانية في أحدث تصريحاتها ذكرت أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.
طهران تتمسك بعملية التفاوض كخيار جاد بدون خوض مفاوضات عاطفية ومتسرعة وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. نزديك بودن. الأمريكيون يمارسون ضغوطا نفسية على إيران ويطالبون من جانب واحد بما يجب أن تفعله، قائلين إن عليها اتخاذ قرار بسرعة والوقت ينفد ويجب على إيران الرد بسرعة. في الواقع إيران لن تتصرف بصورة عاطفية أو مستعجلة ولن تضحي بالمصالح الجوهرية للبلاد لتسريع العملية. المحادثات مستمرة عبر قنوات الاتصال. وبينما لا يزال الملف النووي يشهد مماطلة وتعقيدا أكثر، الجهود الأوروبية لم تتوقف. ساعتان من المشاورات الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، كان أولها الملف النووي الإيراني، لكن تلك المشاورات انتهت بالخيبة لعدم إحراز أي تقدم وفق بيان قصر الإليزيه، لتزداد يوماً بعد يوم المخاوف الغربية من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية مع غياب الرقابة التي كانت تمارسها الوكالة الدولية للطاقة النووية. ملوك الشيخ الحدث. كشفت الخارجية الأمريكية عن جولة جديدة في المنطقة لمبعوثها الخاص لليمن، وذلك لمواصلة جهود دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والشركاء الإقليميين واليمنيين لدفع عجلة السلام ومواصلة تمديد جهود الهدنة. وقد جدد مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات الحوثية، وأكد مجلس القيادة اليمني أن ميليشيات الحوثي تستغل جهود التهدئة من أجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولات دامية من التنكيل والعنف في البلاد. وشدد العليمي على التزام المجلس بحل شامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن التصاميم الاستثنائية التي سوف تشيد وفقها مدينة ذا لاين في نيوم، وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المدينة المستقبلية سوف تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. بناطحات سحاب أو فوق السحاب وبارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وبطول يمتد على 170 كيلومتراً ترتفع مدينة ذا لاين في نيوم، رؤية يريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهها نحو فكرة البناء إلى الأعلى، بعبارة أخرى بناء وتشييد مدن المستقبل. المدينة الحلم ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، لكن العبرة في الاستدامة، والأهم من الريادة غير المسبوقة هندسة تقلل من تمدد البنية التحتية مقابل تعزيز كفاءة المدينة المستقبلية. كما تقدم مدينة ذا لاين نهجاً جديداً لتصميم المدن يركز على مفهوم انعدام الجاذبية، ما يعني حرية تحرك أكبر تتيح للناس التنقل بالاتجاهات الثلاثة إلى الأعلى وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب. وتغطي جانبا المدينة الخارجيان أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة. تعتمد المدينة أيضاً على طاقة نظيفة توائم بين الطبيعة والتنمية الحضرية، التي وعد الأمير محمد بن سلمان بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي. كيف ستكون الحياة في المدينة؟ مبدعة وغير مسبوقة، يمكن للناس الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة فقط. الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن ذا لاين تشكل تجسيداً لتقديم مشروع إلى العالم أجمع، وستكون نيوم قبلة الحالمين ولمن يريدون أن يتركوا بصماتهم الابتكارية والإبداعية.
بدأت اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان أول زيارة لها إلى إثيوبيا للنظر في الانتهاكات التي شهدتها منطقة تيغراي. وتأتي زيارة الفريق الأممي لأديس أبابا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بعد أن كانت إثيوبيا رافضة في البداية لإنشاء اللجنة، وحذرت من أنها قد تأتي بنتائج عكسية قبل أن تعود وتوافق على دخولها البلاد. وأعربت سلطات تيغراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، لكنها اتهمت الحكومة بالسعي لإملاء شروط التحقيق وتقويض مصداقيته. مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، أصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة بياناً يضم عدة إجراءات للحماية من مخاطر انهيار الإهراءات، حيث حذر البيان من تناثر الغبار في حال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء من صوامع القمح حاملة مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة ضمن دائرة تبلغ 500 متر. ونصت وزارتا البيئة والصحة العامة بإغلاق النوافذ والأبواب في المناطق المعرضة للخطر وتأمين الكمامات للحماية من الغبار. بعد ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا وتصنيف جدري القردة حالة طوارئ عالمية من منظمة الصحة العالمية، أعطت المفوضية الأوروبية موافقة عاجلة على استخدام لقاح إمفانكس الدنماركي لمواجهة الفيروس ليشمل بذلك جميع الدول الأوروبية. في مصر، طلبت محكمة جنايات دقهلية التي حكمت بالإعدام على قاتل فتاة المنصورة، طلبت من المشرعين إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة وقائع تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل أو بعض المشاهد من بداية تنفيذ الحكم ليكون رادعا للجميع. مقتل نيرة أشرف كان صادماً للمجتمع المصري، لدرجة أن كثيراً ممن قابلناهم من المواطنين وقتها طالبوا بإعدام القاتل علناً. وها هي حيثيات حكم محكمة الجنايات تطلب نفس الطلب من المشرع، الأمر الذي وجد مؤيدين بين المجتمع المدني. الموقف صعب ومجتمعنا محتاج شيء من الردع وبسرعة. الجرائم تزيد، الجرائم بشاعتها بتزيد، فظاعتها بتزيد، ردود أفعال للشباب والأجيال اللي طالعة من التعاطف مع الجناء عجيب. ولكن أحد محامي المحكوم عليه بالإعدام يرى أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بهذا الطلب، وخاصة أن المشرع قصر حضور الإعدام على مأمور السجن وطبيبه ووكيل النائب العام وواعظ، إضافة إلى محامي المحكوم عليه. تنفيذ العقوبة بالبث المباشر أو في علنية في ميدان عام سيجعل العقوبة جماعية،
سيعاقب معه أسرته وأمه وأخواته وأولاده لتنال منهم ومن كرامتهم وسمعتهم تنفيذ هذه العقوبة، الأمر الذي يخالف المبادئ الدستورية ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبأن العقوبة شخصية وبمبدأ تفريد العقوبة. هناك سوابق لتصوير اللحظات الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام ولكن دون مشهد التنفيذ نفسه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بثها منذ سنوات قد حقق الردع المطلوب. أنا أرى أن هذا الكلام يعني عفى عليه الزمن. أنا أقدر طبعا الجريمة وظروفها وملابساتها وصعوبتها جدا وانتقاد الرأي العام لهذه الجريمة، أنا مقدر ده، لكن ده لا يجوز ان احنا نسيد مشاهد اعتقد غير مناسبة للناس ان تراها. من غير المحتمل ان تستخدم هذه الحيثيات من قبل محامي المحكوم عليه بالاعدام في دفوع نقد الحكم، نظرا لانها لا تدخل في الاسباب التي بنت عليها المحكمة عقيدتها قبل ان تتوصل للحكم على قاتل الطالبة نيرة اشرف. تامر نصرت، الحدث، القاهرة. أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة عن مراسيم مقبلة تجبر المتاجر على إبقاء أبوابها مغلقة حين تشغيل التكييف وتقليل اللافتات الإعلانية الضوئية بهدف توفير الطاقة. لم يعد مسموحا في فرنسا إبقاء أبواب المتاجر مفتوحة عند استخدام المكيفات، كما أصبح على أصحاب الإعلانات في الشوارع خفض إضاءتها في خطوة جديدة لتوفير الطاقة. الإجراء الجديد الذي ستفرضه الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة عبر مرسوم رسمي قد يساهم في خفض استهلاك بنسبة 20% بالنسبة للمتاجر المكيفة، لكنه لن يمنع موجة الحر القاسية التي تضرب فرنسا، ما سيزيد الضغط على التجار. في الحقيقة عندما يكون باب المتجر مفتوحا يكون ذلك دائما أكثر ترحيبا للزبائن، لأن الباب المغلق قد يخلق حاجزاً بيننا وبين الزبون. أيضاً أصبح إلزاماً إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها من الساعة 1 صباحاً وحتى 6 صباحاً كما يفرض مشروع القانون الجديد. عندما نبقي الإضاءة في الواجهة يسمح ذلك بلفت الانتباه لنا ويساهم بجذب أكبر عدد من الزبائن، وتركها مضاءة حتى في النهار يجعلنا مرئيين أكثر. في حال المخالفة الغرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية فقط على التجار. القانون الجديد سيطبق في المدن والمناطق التي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة، في حين تستثنى من ذلك المطارات ومحطات القطارات حفاظاً على الطاقة قبل قدوم شتاء يتوقع أن يكون صعباً إذا ما استمرت الأزمة الأوكرانية. زين عدي، الحدث، باريس. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا أيضا موقعنا الحدث.net. إلى اللقاء.
بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لحوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات تعالت مجددا وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصف البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. الشعب التونسي يقول كلمته في استفتاء الدستور والنتائج الأولية تعلن اليوم. من بين المحتفلين الرئيس سعيد يؤكد دخول البلاد مرحلة جديدة ويتعهد بمحاسبة من أجرم بحق التونسيين. مجلس الأمن يدين الاعتداء على محافظة دهوك ويعلن دعمه لتحقيقات الحكومة العراقية حول ملابسات الهجوم. حياكم الله، والبداية من تونس التي شهدت بالأمس استفتاء حاسما على الدستور الجديد، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية عن وصول نسبة التصويت إلى أكثر من 27%، وأشارت إلى أن عمليات الاقتراع قد جرت بشكل سلس ودون تسجيل أي خروق، وأنها سوف تعلن النتائج الأولية مساء اليوم. وقد أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 92% قد صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد في تونس. في تصريحات للحدث اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس قد مرت بمرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة شعبها، وأشار إلى أن القانون الانتخابي سوف يكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا، وأكد أنه سوف يحاسب كل من أجرم بحق التونسيين، كما شدد على أن الدستور لا يجعل النظام رئاسيا كما يقول معارضوه، بل إن رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب. قد عبرنا مع الشعب التونسي من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى سنحقق فيها أمال الشعب التونسي الكل، كل الشعب، حتى يسترجع سيادته كاملة، وحتى تكون الديمقراطية ديمقراطية حقيقية، ليست ديمقراطية شكلية كما عشناها منذ عقود وعقود. سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب التونسي لابد أن يدفع الثمن طبق القانون، ولن نترك أي مليم لمن سطى عليه، لأنه أخذها من جيوب هذه الأموال، أخذها من جيوب الفقراء والبؤساء. سنواصل معا إن شاء الله بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس حتى تعود تونس كما كانت
وأفضل مما كان. الشعب يطلب بالمحاسبة سيد الرئيس والمرور إلى المرحلة القادمة. الشعب هناك لابد من القانون الانتخابي وهناك المحاسبة بطبيعة الحال. من حقه أن يطالب من نكل به وما زال ينوي التنكيل به، ولكن أن له ذلك في المستقبل. يا الرسول وعده مكسور، بعد عليه ولاد الحرام ولاد الحلال. دان أعضاء مجلس الأمن في بيان مشترك الهجوم على دهوك في إقليم كردستان العراق، وحث أعضاء المجلس على التعاون مع حكومة بغداد وغيرها لدعم التحقيقات، مع تأكيدهم على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية. في المقابل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم على محافظة دهوك في العراق قد نفذه إرهابيون بهدف إفساد العلاقات التركية العراقية. وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن علاقة تركيا مع عدد من البلدان بينها مصر، مؤكدا أن تطبيع العلاقات مستمر ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى إعادة إحياء الاتفاق النووي. شرط جديد تضعه إيران في طريق الاتفاق النووي عنوانه كاميرات المراقبة. طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو الماضي حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. هذا ما نقلته وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي، إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى فسنقرر بشأن هذه الكاميرات. هذه الشروط والمماطلة الإيرانية بشأن ملف الاتفاق النووي تقابلها تصريحات مناقضة إيرانية أيضاً. الخارجية الإيرانية في أحدث تصريحاتها ذكرت أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر. طهران تتمسك بعملية التفاوض كخيار جاد بدون خوض مفاوضات عاطفية ومتسرعة وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الأمريكيون يمارسون ضغوطا نفسية على إيران ويطالبون من جانب واحد بما يجب أن تفعله، قائلين أن عليها اتخاذ قرار بسرعة والوقت ينفد ويجب على إيران الرد بسرعة. في الواقع إيران لن تتصرف بصورة عاطفية أو مستعجلة، ولن تضحي بالمصالح الجوهرية للبلاد لتسريع العملية. المحادثات مستمرة عبر قنوات الاتصال. وبينما لا يزال الملف النووي يشهد مماطلة وتعقيدا أكثر، الجهود الأوروبية لم تتوقف. ساعتان من المشاورات الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، كان أولها الملف النووي الإيراني، لكن تلك المشاورات انتهت بالخيبة لعدم إحراز أي تقدم وفق بيان قصر الإليزيه، لتزداد يوما بعد يوم المخاوف الغربية من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية مع غياب الرقابة التي كانت تمارسها الوكالة الدولية للطاقة النووية. ملوك الشيخ الحدث. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن التصاميم الاستثنائية التي سوف تشيد في مدينة ذا لاين في نيوم، وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المدينة المستقبلية سوف تحقق مثالية العيش وسوف تعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. بناطحات سحاب أو فوق السحاب وبارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وبطول يمتد على 170 كيلومترا ترتفع مدينة ذا لاين في نيوم، رؤية يريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهها نحو فكرة البناء إلى الأعلى، بعبارة أخرى بناء وتشييد مدن المستقبل.
المدينة الحلم ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، لكن العبرة في الاستدامة، والأهم من الريادة غير المسبوقة هندسة تقلل من تمدد البنية التحتية مقابل تعزيز كفاءة المدينة المستقبلية. كما تقدم مدينة دلاين نهجا جديدا لتصميم المدن يركز على مفهوم انعدام الجاذبية، ما يعني حرية تحرك أكبر تتيح للناس التنقل بالاتجاهات الثلاثة إلى الأعلى وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب. وتغطي جانب المدينة الخارجيان أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنح للمجتمع المصري، لدرجة أن كثيرا ممن قابلناهم من المواطنين وقتها طالبوا بإعدام القاتل علناً. وها هي حيثيات حكم محكمة الجنايات تطلب نفس الطلب من المشرع، الأمر الذي وجد مؤيدين بين المجتمع المدني. الموقف صعب ومجتمعنا محتاج شيء من الردع وبسرعة. الجرائم تزيد، الجرائم بشاعتها بتزيد، فظاعتها بتزيد، ردود أفعال الشباب والأجيال اللي طالعة من التعاطف مع الجنايات عجيب. ولكن أحد محامي المحكوم عليه بالإعدام يرى أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بهذا الطلب، وخاصة أن المشرع قصر حضور الإعدام على مأمور السجن وطبيبه ووكيل النائب العام وواعظ، إضافة إلى محامي المحكوم عليه. تنفيذ العقوبة بالبث المباشر أو في علنية في ميدان عام سيجعل العقوبة جماعية، سيعاقب معه أسرته وأمه وأخواته وأولاده لتنال منهم ومن كرامتهم وسمعتهم تنفيذ هذه العقوبة، الأمر الذي يخالف المبادئ الدستورية ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبأن العقوبة شخصية وبمبدأ تفريد العقوبة. هناك سوابق لتصوير اللحظات الأخيرة للمحكوم عليه بالإعدام، ولكن دون مشهد التنفيذ نفسه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بثها منذ سنوات قد حقق الردع المطلوب. أنا أرى أن هذا الكلام يعني عفى عليه الزمن. أنا أقدر طبعا الجريمة وظروفها وملابساتها وصعوبتها جدا، وانتقاد الرأي العام لهذه الجريمة أنا مقدر ده، لكن ده لا يجوز أن احنا نسيد مشاهد أعتقد غير مناسبة للناس أن تراها. من غير المحتمل أن تستخدم هذه الحيثيات من قبل محامي المحكوم عليه بالإعدام في دفوع نقد الحكم، نظراً لأنها لا تدخل في الأسباب التي بنت عليها المحكمة عقيدتها قبل أن تتوصل للحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف. تامر نصرة، الحدث، القاهرة. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا أيضا موقعنا الحدث.net. إلى اللقاء.